اسألوا أي رجال وحيقلكم إنه الرجال أقوى من النساء. بالمنطق هذا الشيء واضح، لأنه الرجال بيكونوا معدلين أكتر، بيركضوا أسرع، وبيحملوا أوزان أتقل من النسوان. بس من الناحية الطبية هذا بيصير موضوع تاني، لأنه الطرفين لازم يكونوا حذرين. التقدم بالعمر بيجي معه تغيرات إيجابية وسلبية، ولكن أكيد ممكن إنكم تنبسطوا بالكبر إذا فهمتوا جسمكم لشو بالضبط بيحتاج. تغيرات كتير بتصير بجسمنا مع الكبر، مثل البشرة، تغيرات بصحة العظم، وكمان بالعقل والخلايا الدماغ. بس مع هيك ما تخلوا كل هالتغيرات تفاجئكم. بعض النصايح للكبر اللي لازم تتبعوها هن: أول شيء مارسوا الرياضة، تاني شيء خليكم اجتماعيين، ثالث شيء كلوا أكل صحي، رابع شيء فحصوا حالكم من وقت للتاني عند الطبيب، وآخر شيء ناموا وقت كافي لتريحوا جسمكم. مرحلة معينة من حياتكم ممكن جسمكم يحتاج لدعم. منتجات فيتوليز من فوريفر بتعطيكم حل. فوريفر بتقدم لكم فيتوليز من وفيتوليز ومن لدعم صحة الجنسين، وهلأ رح نعطيكم تفاصيل أكثر. حنبلش بالفيتوليز من. مع تقدم العمر بتصير صحة البروستات مسألة مطروحة عن معظم الرجال. هيدا المنتج مصنوع من عناصر غذائية بتعزز صحة البروستات وصحة الرجال بشكل عام. عنده كمان العديد من الفوائد الأخرى، مثل مثلاً حماية ضد الجذور الحرة، منع نوبات القلبية، ودعم رغبة الجنسية، وكمان إنتاج التستوستيرون. بيتكون الفيتوليز من مزيج من النباتات مثل السو بالميتو، بايجيوم، وبذور نبات اليقطين، وبنفس الوقت بيحتوي على مزيج من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين بي 6، بيحتوي على زنك، سيلينيوم، ولايكوبين. كل هدول بيشتغلوا لحتى يوفروا التوازن لدعم البروستات وصحة الرجل بشكل عام. علبة الفيتوليز من تحتوي على 60 حبة، ممكن تاخدوا حبتين يوميا كمكمل غذائي. أما بالنسبة للنسوان يلي عم بيعانوا من أعراض الدورة الشهرية أو من انقطاع الطمث أو مثلاً من التهابات المسالك البولية أو من تغييرات الهرمونية، فالفيتوليز وومن بيكون رائع لإلكن. بيتضمن هيدا المنتج لمزيج من النبتات مثل التفاح، الباشن فلاور، السكيساندرا بيري، والكرانبري لموازنة الهرمونات والصحة العامة. بيحتوي الفيتوليز وومن كمان على مزيج من العناصر الغذائية المهمة مثل مغنيسيوم، فيتامين سي، والبي فيتامينز الضروريات لإنتاج الهرمونات. كمان بيحتوي على الحديد والكالسيوم الكتير مهمين لصحة العظام والقلب، وآخر شيء التوت البري الكتير مفيد للوقاية من التهابات المسالك البولية. علبة الفيتوليز وومن فيها 120 حبة، ممكن تاخدوا حبتين مرتين باليوم، يعني 4 حبات باليوم كمكمل غذائي. آخر شيء أكيد الاهتمام بصحتنا الخارجية إشي كتير مهم، بس ما لازم ننسى إنه نهتم بصحتنا العاطفية. مشان هيك خليكم مبسوطين واستمتعوا بكل يوم بتعيشوه. أنا سيفيل، أنا صيدلانية، وأنا لين أخصائية التغذية. وما تنسوا تعبروا عن أعجابكم. باي.